تعالي حلمي. بسم الله عليك. جنان 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 يا ربي يا ربي شو اسوي يا رب. جنان بسم الله عليك الرحمن الرحيم. الله يهداك يا جنان. كذي تخرعيني عليك انت الحين يوم منش تعبانه كذي؟ ايش جايبك المعرض؟ ايش حادك؟ ليش ما قعدتي بالبيت؟ ما فيني شيء، دوخة بسيطة. ليش تكبرين الموضوع؟ أي دوخة بسيطة؟ توش طايحة علي غشيانة وحرارتك مرتفعة، تقولي لي بسيطة؟ واي يا رجاء، إيش كثر تحبيني تبالغين؟ قلت لك ما فيني شيء. قومي خلنا نخلص شغل. وين وين وين؟ إحنا بنقوم بس ما راح نكمل شغلنا حبيبتي، إحنا بنروح الطبيب نطمن عليك ونشوف إيش فيك. بعدين ما عادش قلت لك ما فيني شيء، هبوط ولا برد، باخذ فيتامينز وبصير زينه. اشتو وانتي من متى صرتي طبيبه؟ عرفتي شنو المرض وصفتي حق روحك الدواء؟ جنان لا تعاندي، بتروحين الطبيب يعني بتروحين. بس تشا تفضل. صباح الخير. صباح النور. خير سليمان، ايش عندك؟ خير بويهج، بغيتك بسالفة. إيه بس هي تعبانة الحين وإحنا قايمين بنوديها الطبيب، نبي نطمن عليها نشوف إيش فيها. جنان ما راح أخذ من وقتك أكثر من 10 دقائق. أنت ما سمعتها؟ ما سمعتوا إيه تقول مريضة؟ إيش فيك؟ بتتم طول حياتك كذي أناني وما تفكر إلا بنفسك؟ جنان لو سمحتي احترميني قدام رفيجتك، أنا للحين ريلك مو غريب. كنت ريلي كنت، ما تفهم؟ اللي بيني وبينك انتهى خلاص. إف أود ويوسف إيش فيهم؟ السالفة تخصهم؟ لا عاي الفارج، ما في بيني وبينك حكي فارج. جنان جنان الله يخليك الله يخليك، انا ليل حين احبك. لا ضيعين 10 سنين عشرة على شيء ما يسوى. انت اللي ضيعت العشرة، انت اللي ما عرفت شلون تحافظ عليها. لا بين بعينك عشرة ولا اهل ولا حب ولا شيء، والشيء اللي تقول وايد تافه وما يستاهل وما يسوى انت اللي شريته وبعتني وبعت كل شيء فيه. متحسف متحسف قد شعر راسي وغلاطك. لا تحلف بغلاطي، لا تحلف. انت هي 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 ليش ما تستحي على وجهك؟ مو شايف المرة تعبانة وقاعد أقول لك بوديها الطبيب، قاعد تزن على راسها إلا تبيها بموضوع؟ رجاء لو سمحتي لا تتدخلين بيني وبين. لو سمحت انت كرمنا بسكوتك وتوكل يلا. لا غسل شراعك هني وتعرفني لا عصابت، ما أعرف أمي وأبوي. عاجبك؟ عاجبك رفيجتك قاعد تطاول علي؟ اي عاجبها عاجبها. تفضل تفضل لو سمحت يلا توكل يلا. وانتي تفضلي قدامي يلا يلا قومي خلينا نروح الطبيب يلا. قد ايه بقالك بتحسي بدوخه مدى؟ سوري يعني تقريبا 3 ايام او 4 ايام. شنو؟ وليش ساكته على عمرك؟ احنا انا يوم سالتك قلتي لي بس اليوم. واي يا رجاء مو وقت الحين، خلينا نشوف الدكتور شو يقول. اسفه دكتور كمل. كلام الاخت مظبوط، مش لازم تسكتي على نفسك. قدام الورقه بيقول الضغط نازل وفي ارتفاع بسيط في درجه الحراره. يعني مو فلو ولا برد؟ لا هو في فلو. انا هكتب لك على فيتامينات وبكره ان شاء الله تجيني صايمه واعمل لك تحاليل دم شامل ان شاء الله. حسرتنا. ليش انت شاك بشيء؟ لا ابدا، بس الاطمئنان مش اكتر يعني. زين ان شاء الله دكتور، باكر باي نسوي فحوصات. يا ريت تريحي نفسك شويه، مبين عليك التعب والاجهاد وممكن هو يكون ده السبب الحاله اللي انت فيها. صح لسانك يا دكتور. ها سمعتي، انت محتاجه راحه 3 ايام ما في شغل.
ايش دعوة عاد 3 أيام؟ ما له داعي. لا لي داعي، الشغل مش حيطير، وأنا رأيي من رأي الأخت. أنت محتاجة راحة 3 أيام، والفيتامينات اللي حديها لك حتبقى كويسة إن شاء الله.